مرض الجرب اللي كنسميوه الجربه باللغه الفرنسيه لاغال، هو واحد المرض جلدي معدي كيسببو واحد النوع من الطفيليات اللي كتخترق البشره وكتقد تنتقل من شخص الى شخص اخر. اللي خاصنا نعرفو هو ان هذا مرض الجرب ماشي بحال ماشي واحد المعيار ديال ولا واحد المؤشر ديال سوء النظافه يقد يتقاس به اي شخص الا كانوا المسببات ديالو. الاسباب ديال الجربه او لاغال هو انتقال واحد الطفيل صغير لا يرى بالعين المجرده، سميتو طفيل العت اللي كنسميوه الاسم العلمي ديالو باللغه الفرنسيه هو لوساركوبس كابايي، من واحد الشخص مصاب الى شخص اخر، سواء بطريقه مباشره يعني عن طريق التلامس الجلدي لواحد المده معينه، ولا بطريقه غير مباشره عن طريق استعمال الملابس ولا المناشيف ولا الفراش او غيرها اللي كان كيستعملها الشخص المصاب. اللي خاصنا نعرفو ايضا هو ان هذا الطفيل لوساركوبس كابايي ما كيعيش خارج جسم الانسان اكثر من 2 ولا 3 الايام. اعراض الجربه كتبتدي بواحد الحكه او طفح جلدي اللي في الغالب الاحيان كيبان لنا في المعصمين ما بين الاصابع، وكيبدا ينتشر اللي كيوصل اللي قد يقيسنا الجسم باكمله، ولكن قد يكون اكثر في المناطق في الاعضاء التناسليه الذكريه وحول الثديين. هذا الشيء بالنسبه للكبار. بالنسبه للصغار، المناطق الاكثر اللي كتقاس لنا هي فروه الراس، الوجه، راحه اليدين، واخمص القدمين. هذا الشيء قد يكون كما قلنا حكه او طفح جلدي، ولكن قد نلقاو ايضا سواء تقرحات سواء واحد بحال خطوط دقيقه هي نتيجه على ان داك الطفيل وهو كيخترق البشره كيدير اسراب ولا انفاق دقيقه، دونك كنلقاو هذوك الخطوط الدقيقه ما بين الاصابع، وفي بعض الاحيان كنقدو نلقاو تعفنات بكتيريه. المضاعفات كما بدينا كنشيروا لهم في الاعراض، هو المضاعفات ديال مرض الجربه هو انه يقد هذوك التشققات يكونوا اسباب ديال تعفنات بكتيريه، وكما ان هذيك الحكه كتخلي الاشخاص في بعض الحالات بدون نوم، دونك كتقد تسبب لنا واحد الاضطراب النفسي بسبب عدم القدره على النوم، من غير انه كما قلنا المضاعفات ديالو انه كينتشر بواحد السرعه سريعه من شخص الى شخص اخر. ديالو كيعتمد على الفحص السريري للمريض اللي كنقدو كما قلنا كنلقاو دوك الاعراض ديالو اللي باينين بحال دوك الانفاق الدقيقه على شكل الخطوط ما بين الاصابع، ولا تنعتمدو حنايا كاطباء جلد على لو ديرموسكوب اللي هو واحد الفحص بالمجهر اللي كيبين لنا هاد الاعراض، وفي بعض الحالات كنقدو ناخذو واحد النزغه من الجسم اللي كان حللوها في المجهر، وكيبان لنا سواء الطفيل لوساركوبس كابايي ولا البويضات ديالو. علاج مرض الجرب كيعتمد على واحد المبيدات ضد الجرب اللي هي في غالبية الأحيان كتكون موضعية، وكيخص المريض يلتزم بوصفة الطبيب وخاصة يكمل سيكل العلاج لأنه كيحتاج لواحد عدة أيام، كما أنه كيخصنا ضروري نعالجوا الأشخاص اللي كانوا باتصال بالمريض وخا ما تكونش ظاهرة عليهم الأعراض، لأن الجربات قد تبان على 20 يوم من بعد، دونك خاصنا نداويو كاع جميع أفراد العائلة ولا الأشخاص اللي كانوا باتصال مع المريض في نفس الوقت. فاش نداويو المريض خاصنا نداويو الافرشه ديالو والملابس ديالو وجميع الحاجات اللي كان كيستعمل، ونسبنوهم بدرجه حراره فايته 60 درجه مئويه باش ما نتصابوش حتى حنا بهاد الجربه. خاصنا نهويو البيت ونشمشوه، و او ميم طون خاصنا نردو البال في البلايص اللي تيكون فيهم التجمعات بحال روض الاطفال، بحال دور العجزه، بحال البلايص ديال تبديل الملابس، غرفه الرياضه، هادو هما اماكن اللي يمكن تنتقل فيهم الجربه.